شكرا جدا لحضراتكم، الحقيقه شرف كبير ليا تواجدي وسط حضراتكم في النشن سيشن. استاذ دكتور امين يوسف شكرا جدا لحضرتك وعلى دائم حضرتك الدائم. دكتوره نهى جابر الف شكر لحضرتك على ثقه حضرتك، وشرف كبير ليا المشاركه هنا. هنتكلم في كام دقيقه جايين على الدايابيتك فود او القلم السكري، واللي هبتدي بيه بصراحه هو ان احنا نعرف اهميه الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه، ومش هستخدم ارقام كتير، هستخدم رقم واحد بس. بيقول ايه الرقم ده بقى؟ كل 20 ثانيه، ثانيه مش دقيقه، كل 20 ثانيه في مكان ما من العالم في شخص بيفقد رجله بتتبطر بسبب مضاعفات السكر. فبالتالي احنا بنواجه مشكله ضخمه وكبيره في كل انحاء العالم، وطبعا بما ان احنا هنا ما شاء الله الدوره العاشره في مستوى السكر او التاسعه في مستوى السكر في يعني في وجود السكر في العالم، فبنواجه مشكله كبيره ومنتشره وبتهدد حياه العيانين. طب تعالوا نشوف احنا المفروض نعمل ايه. اولا اول ما بتجيب كلمه القلم السكري اول حاجه بتيجي في دماغنا هي اما ان في قرحه او غرغرينه او بتر، بس دول مش القدم السكري، دول مضاعفات القدم السكري اللي احنا مش عايزين نوصل لها. احنا بنشتغل من قبل كده بكتير، دورنا كطاقم طبي ان احنا نمنع ان دول يحصلوا. طيب هنمنع الكلام ده ازاي؟ تعالوا نبتدي القصه من اولها. ليه اصلا بنقول ان في قدم سكري وليه في مشاكل بتحصل بسبب السكر تؤدي وجود خطر في القدم؟ اول حاجه السكر بسبب حاجتين مهمين، انه بيأثر على الاعصاب وانه بيأثر على الاوعيه الدمويه والدم اللي رايح يغذي الاطراف. لما يأثر على الاعصاب يعمل لي انخفاض الاحساس بالالم، العيان مش هيحس بالالم ودي نعمه من ربنا. لما ما يحسش بالالم ممكن حاجه تدخل تعوره، يتعور هو مش واخد باله، يحط رجله في ميه سخنه من غير ما ياخد باله. الكلام ده كله مهم انه فقد الحمايه بالالم. الحاجه الثانيه انخفاض التعرق، نعمه فقدان نعمه العرق، رجله ما بتعرقش فبتبقى ناشفه فبسهوله برضه تتجرح. الحاجه الثالثه تحصل تشوهات في القدم فيبقى في ضغط على اماكن معينه المفروض ما كانش يبقى موجود في الطبيعي فتحصل برضه القرح بسهوله. او ان الحاجه الثانيه اللي بتحصل تحصل مشكله في الدم اللي بيغذي الاطراف فالتئام الجروح بيتاثر وبسهوله برضه تحصل قرح. يبقى احنا دورنا ان احنا نلاقي الحاجات دي ونعالجها اول باول قبل ما تحصل القرح او الغنغرينه او البتر. طيب اول حاجه هبتدي بيها هي التاريخ المرضي. انا هتكلم مع العيان هساله على ايه، ايه مين يساله عليه عشان اعرف هل هو في خطر انه يحصل له مشاكل القدم السكري ولا لا. هساله اذا كان عنده قرحه اتعالج منها قبل كده ولا لا، اذا كان حصل له بتر، اذا كان معاه اي تشوهات في القدم المشاكل اللي احنا اتفقنا عليها، اذا كان خضع لاي جراحه للاوعيه الدمويه وده معناه ان في مشكله معاه في الاوعيه الدمويه بتاعه الساقين، اذا كان بيدخن ولا لا، لان دي من اهم ريسك فاكتورز اللي بتسبب مشاكل القدم السكري، اذا كان بيعاني من مشاكل في الكلى او مشاكل في عينيه في الشبكيه بسبب السكر. هساله على ايه كمان؟ على مشكله اعتلال الاعصاب، اذا كان معاه شكشكه، تنميل، حرقان، فقدان الاحساس بالالم في رجليه. على ايه كمان؟ هساله على الحاجات اللي تقول لي ان في مشكله، قد تكون هناك في مشكله في الدم اللي واصل رجله، فهل معاه الم في رجله بشكل مستمر؟ هل بيجيله حاجه اسمها كلوديكيشنز، كرامبات في رجله لما بيمشي مسافه معينه؟ هل معاه قرح مش بتلتئم وبتقعد فترات طويله جدا؟ الكلام ده يقول لي ان ممكن يكون معاه حاجه اسمها فاسكولار سيمتومز او ان في مشكله في الدم اللي واصل رجله. بعد ما خدت التاريخ المرضي هبتدي ان انا افحص رجله. اول حاجه هتطلبها من العيان عشان تفحص رجله هتقول له ايه؟ هنقول له لو سمحت اقلع الحذاء بتاعك. واول حاجه ببص عليها قبل ما ابص على رجله هي الحذاء بتاعه. والسؤال مش الحذاء حلو ولا وحش، هو السؤال الحذاء ده مناسب للرجل دي ولا لا؟ بمعنى التلات أمثال الأولانيين على الشمال دول غلط، إيه الغلط اللي فيهم؟ الحذاء من قدام مش مستوعب أصابع الرجل مرتاحة، مزنقة على بعضها، كل ده يخلق ضغط بشكل مستمر على الرجلين يسبب لي حدوث تقرحات أو جروح في القدم. إيه كمان؟ المثال اللي عند حضراتكم ده، هنا مقدمة الحذاء ناشفة وضيقة، زائد كمان الشراب اللي جوه ده خفيف ومصنوع من ماده صناعيه. النتيجه المنظر ده، ضغط على الصوابع بشكل مستمر ادى لحدوث قرحه في الصوبع اللي عليه المشكله. ايه كمان مشكله؟ معشوق النساء الكعب العالي بيخرق بريشر بوينتس او ضغط على اماكن معينه في القدم وده برده احنا مش عايزينه. كمان اي حذاء السطح مش سطح المقدمه بتاعته برده ايه مدببه او ضيقه زي ما قلنا هيزنق على الصوابع فيه. اي حاجه مفتوحه ممنوع تماما الخروج بيها، ممنوع تماما دي في البيت. بره البيت شراب قطن وفوق منه جزمه مقاسها مريح بالنسبه للعيان.
طيب خلصنا الحذاء، نبص بقى على رجليه. اللي قدام حضراتكم دي صور هنشوفها في عينين عندهم سكر وما عندهمش سكر، او ناس عاديه يعني. طب مشكلتها ايه في اللي عنده سكر؟ ده جلد ناشف زي ما اتفقنا، بيبقى فيه قله في التعرق، العرق بيبقى قليل، فلما بنفقد نعمه العرق الجلد بيبقى ناشف زي ما حضراتكم شايفين. ده بيبقى عرضه اكتر للاصابه بالجروح وانه يحصل برضه قرح او دخول عدوى وندخل في مضاعفات القدم السكري. لو لقينا تلون في القدم او في الرجل في الساق من تحت بالشكل ده او فقدان للشعر، ده معناه ان في بدايه لتاثر الاوعيه الدمويه او الدم مش واصل للاطراف بشكل سليم. القلو الكيلس موجود عند ناس، بتحصل في ناس كتير بس بالاخص في الديابيتكس، في اللي عنده سكر بتحصل كتير نتيجه برضه مشكله الاعصاب. طب ايه مشكلته بقى يعني؟ ده احنا مش بنسيبه في اي عيان عنده سكر على فكره، ده مش بيتساب، ده لازم يتشال. ليه؟ ده بالظبط كده كان واحد لابس جزمه وجوه في زلطه وماشي على الزلطه دي طول الوقت. ايه اللي هيحصل؟ خلق بريشر تاني، ضغط ما بين الزلطه اللي هي القلو وما بين الايه العظم اللي موجود جوه، هيسبب لي في الاخر كتير قوي بعد القلو ده بتلاقي فيه قرحه. فعشان كده القلو ده في الحالات الدايابيتكس ما بيتسابش، لازم بيتعالج. الجمله الشهيره بتاعتنا مفيش فحص قدم سكري الا لما نفتح ما بين صوابع العيان. لماذا؟ بندور على ايه؟ على حاجه بتحصلنا كلنا بالظبط كده، حاجه بتحصلنا كلنا اللي هو التو ويب ماسريشن او الفانجل انفكشن او العدوى الفطريه اللي ما بين الصوابع. علاجها صعب؟ ابدا، دي بتتعالج بكريمات مضادات للفطريات مرتين في اليوم اسبوعين، دي بتبقى كويسه جدا. امال ايه مشكلتها؟ لو سبتها وما عالجتهاش في اللي عنده سكر هيحصل كده وبعد كده كده اتفتحت هتدخل انفكشن ودخلنا في سكه المضاعفات اللي ما لهاش اخر. فبالتالي بتعلم العيان ان المكان ده لازم يفضل جاف ناشف، ينشفه كويس بعد الوضوء او بعد ما يغسل رجله ويعالجه اول باول، ما يستناش عشان ممنوع انه يفضل موجود في رجله. ايه كمان؟ الشكل ده القرح القدم السكري باختلاف انواعها مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها وتتعالج اول باول، لانه دي بدايه الطريق. في 80 بتسبق 80% من حالات البتر بيسبقها وجود القرح دي، فوجود القرحه دي علامه خطر مهمه جدا لازم تتعالج وما ينفعش تتساب. طبعا وجود الغرغرينه او البتر ده اللي احنا مش عايزين نشوفه واللي بنشتغل عليه، وجود اي حاجه في تشوهات في القدم، بمعنى برضو نتيجه وجود الاعتلال العصبي اللي في السكر بنلاقي المفاصل خدت شكل مختلف، فتلاقي حاجه اسمها كلوتو الاصبع المخلب اللي هو بقى عامل كده لف على بعضه، او اللي عامل زي المطرقه زي الشكوش اللي الصوبع نفسه خد شكل مختلف، او الهالكس فالجس اللي هو الصوبع ده يعني صوبع كبير حدث لجوه شويه. الحاجات دي كلها مشكلتها ايه؟ خلقت اماكن جديده للضغط ما كانتش موجوده، اماكن احتكاك وضغط بزياده، اخرها ايه؟ اخرها برضو تقرحات، وهندخل في السكه اللي احنا مش عايزين ندخلها. كمان من الحاجات المهمه اللي بتحصل حاجه اسمها تشاركوت ايثروبثي، ده بيحصل في الكاحل في الانكل وبيحصل في الميد فوت في القدم من النص اشهر الاماكن فيه. اول ما بيجي لنا العيان في المرحله الاولى بتبقى رجله متورمه شبه الحمرة كده شويه، ورمه وسخنه ومشوقه يعني فيها معاها ديفورمتي. لو المفروض في المرحله دي احنا بنتدخل وبنمنعه من الحركه عليها تماما. لو ما تدخلناش للاسف اللي بيحصل في معظم الحالات الناس بتكمل وتمشي عليها، بيحصل في الاخر الديفورمتي او التشوه في القدم اللي بيحصل، كل علامات الاكوت انفلاميشن دي بتروح وبيفضل في الاخر الديفورمتي. دي شكل ديفورمتي مشهوره جدا في التشاركوت اسمها روكر باتم ديفورمتي زي ما انتم شايفين هنا اهو. بدا هنا اهي خلقت مكان تاني للضغط ما كانش موجود، اخره بقى ايه؟ قرحه. ايه كمان؟ خلصنا كده الحاجات اللي هنشوفها بالعين، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه عشان نعمل حاجتين، نشوف حاجتين مهمين تانيين اللي قلنا عليهم. هنشوف اعتلال الاعصاب وهنشوف النبض بتاع الاطراف. اول حاجه او تاني حاجه بنعملها اللي هو الاعتلال الاعصاب. زي ما اتفقنا الالم ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، وعدم وجوده هو بيبتدي السكه معانا. في حاجات كتيره بنعملها عشان نشوف اذا كان المريض عنده في مشكله في الاحساس الوقائي اللي بنسميه لوس بروتكتيف سنسيشن، مش هنستنى بقى ما يجي يقول انا مش حاسس برجلي. لا، في حاجه قبل منها ان احنا بنعمل بعض التست زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجه زي هيمولوفيلامنت والاهتزاز بشوكه الرنانه والانكل ريفلكس والاحساس بالالم. بس في تست احب اعرفه لحضراتكم لان ده كان من ضمن الاستادس اللي معمول عليه. انا ينفع استاذن في دقيقتين كمان زياده دكتور ايمان؟ لو ينفع استاذن حضرتك في كمان دقيقتين زياده قبل ما يقطع علينا. الاختبار ده سهل وبسيط، وكانوا بيحاولوا يعلموه كمان للناس اللي مش اطباء حتى الريلاتيفز بتاعه البيشنتس. يعني
طبعا هو الاحسن ان احنا هنعمل الفحص الطبي اللي احنا بنعمله في المعافاه، بس ده يمكن في المحافظه المكان ما فيهوش الات او معدات ينفع نستخدمها، ده ممكن نعمله، اسمه The Ipswich Touch Test. بيتعمل ازاي؟ ما بستخدمش فيه غير اصبع السبابه بس، ده اللي انا محتاجاه. الاندكس فينجر هعمل بيه ايه؟ هعمل لمسه خفيفه لمده ثانيه او ثانيتين على ست اماكن في قدم العيان، ثلاثه يمين وثلاثه شمال، هلمس بيه اول وثالث وخامس صباع زي ما انتم شايفين كده، اول وثالث وخامس صباع يمين وشمال. هتقول عيني غمض عينه وتبتدي تعمل الاختبار ده على الست اماكن دي، ويقول لك انا حاسه يمين ولا شمال. المفروض يحس كام واحده من السته؟ المفروض يحس سته من السته، او بالكثير قوي خمسه من السته، بالقليل قوي يعني خمسه من السته. اقل من كده يبقى هو عنده بدايه او عنده فقدان في اللي بنسميها loss of protective sensation، الاحساس الوقائي ان هو يمنع حدوث القدم السكري. بعد ما خلصنا الفحص اللي بيشوف اذا كان في عندنا اعتلال عصبي او اعتلال الاعصاب الطرفيه بسبب السكر ولا لا، هنعمل الفحص الاخير اللي احنا بنشوف فيه هل الدم واصل للاطراف بشكل مناسب ولا لا. وده بيتم عن طريق ان احنا بنشوف النبض في الساقين او في القدمين بقى شكله عامل ازاي، محسوس كويس ولا في مشكله. النبض بنحسه في اثنين ارتز، اثنين شريانين يعني، واحد اسمه دورسالس بيرس على سطح القدم من قدام، والثاني في الانكل اسمه بوستيريور تيبيال. دول اهم اثنين بنبص عليهم. وفي ساعات بنقسم الضغط في الكاحل او في القدم على الضغط في الدراع، وبنشوف الرقم ده هيطلع لي كام عشان نشوف هل معانا مشكله في الدم اللي واصل للاطراف ولا لا. انا كده خلصت، شكرا جزيلا لحضراتكم.